أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي أن التأمين الصحي الشامل أولوية استراتيجية للدولة تمضي قدما نحو تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة دون تمييز. وخلال تفقده التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، أكد السبكي حرص الهيئة على الزيارات والمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع.